ثالث موسم له مع غلطس سراي. يلعب الكره لفيليبي ميلو، ميلو مضغوط عليه ممتاز، يفتك الكره فيدال، ارتورو فيدال يحافظ على كره الان بالمهاره، الكره تصل مره اخرى لبوغبا، لكن التغطيه والتدخل ميلو، لمسه للامام باتجاه اينان، محاوله الى بولوت اللاعب البديل، كره طويله والبحث عن دروغبا، تحضير بالراس، كره خطيره للسلايدر، كره سنايدر، قلت بأنه اختارهم أهمهم، دروغبا وسنايدر، جميلة جميلة في الزاوية المستحيلة، الأتراك يضربون، الأتراك يقتربون، الأتراك ربما قريبين من الدور الثاني، فوق كتف اليوفي، فوق أكتف اليوفي، الله على سنايدر، جميلة جدا من دروغبا، الأسيست من ديديف، النهاية من سنايدر، اللاعب اللي في مثل هذه المباريات يظهر القصير المكير سنايدر الخبير.